يا مرحبا وأهلا بكم مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن، وفي هذا الموجز الجديد والمليء بالأحداث الحصرية دائما وكالعادة نبدأ بأبرز العناوين. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفرت. على رأس وفد هام، أخنوش وبوريتا يصلان جمهورية البرتغال. رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان ينفي إغلاق الحدود في وجهه، تفاصيل مثيرة في هذه الحلقة. القنصل العام السابق لفرنسا بمدينة مراكش في قلب فضيحة جنسية. الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تتحرك بسبب فوز لقجعة، فماذا يحدث؟ تفاصيل جد مهمة في هذه الحلقة. دقتم أوروغواي جمدت العلاقات مع البوليزاريو وقررت دعم السيادة المغربية على الصحراء، تفاصيل جد مهمة. مونديال 2030، موقف مفاجئ من فرنسا تجاه الملف الثلاثي للمغرب. حياة جديدة صادمة لأشرف حكيمي، سهر وسبع فتيات وهروب لأماكن غريبة. وصال بيريز تتهم طاقم الفنان المغربي سعد المجرد بهذا التصرف وتثير غضب الجمهور. استقبل رئيس الجمهورية البرتغالية مارسيلو ريبيلو دي سوزا مساء يوم الخميس بالقصر الرئاسي بلشبونة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وتم هذا الاستقبال بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة وسفير المملكة المغربية بالبرتغال عثمان البحنيني. ويترأس عزيز أخنوش الذي يزور البرتغال على رأس وفد هام إلى جانب الوزير الأول البرتغالي أنطونيو كوستا اليوم الجمعة أشغال الاجتماع رفيع المستوى 14 الذي ينعقد تحت شعار المغرب البرتغال، تأكيد على شراكة استراتيجية نموذجية. ويضم الوفد المغربي كلا من نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، ويونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وفاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعبد اللطيف الميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. كما يتكون الوفد المغربي من ليلى بن علي وزيرة الانتقال الطاقية والتنمية المستدامة، ومحمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك، ومحمد مهدي بن سعيد وزير الشباب والثقافة والاتصال، ومحسن الجازولي وزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية. ويشكل هذا الاجتماع فرصة لتعميق الشراكة للدفع بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أرفع، وذلك تجسيدا للرؤية الملكية الرامية إلى جعل البرتغال ضمن الشركاء العشر الأوائل للمغرب. ويعكس انعقاد الدورة 14 للاجتماع المغربي البرتغالي رفيع المستوى الذي يأتي بعد 6 سنوات على عقد آخر دورة لهذه الآلية المؤسساتية الرغبة الأكيدة للبلدين الجارين في مواصلة الارتقاء بتعاونهما ليشمل جميع المستويات، خاصة في الميدان الاقتصادي والتعاون القطاعي، وتكثيف المبادلات واستكشاف مجالات جديدة للتعاون من أجل شراكة استراتيجية متعددة الأوجه تعكس مثانة العلاقات بين المغرب والبرتغال قصد رفع التحدي الإقليمية. وستتوج أشغال النسخة 14 من الاجتماع المغربي البرتغالي العالي المستوى بالتوقيع على مجموعة من اتفاقيات التعاون تغطي مجالات متنوعة. نفى رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان عبد الواحد الخلوقي سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه، قائلا في تصريح لأحد المواقع الإلكترونية إن ما أثير بخصوص إغلاق الحدود في وجهه خبر عار من الصحة وأن جواز السفر بحوزته. واعتبر رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان أن الإشاعة التي طالت تدخل في إطار استهداف سياسي يطاله منذ مدة، مشددا على أن بابه مفتوح في وجه وسائل الإعلام من أجل التواصل معه بشكل
دائمة. واتهم الخلوقي جهة سياسية كان على علاقة بها في وقت سابق باستهدافه في أكثر من مرة عبر اختلاق مجموعة من الاتهامات الوهمية وجره إلى القضاء في أكثر من ملف من أجل تشويه سمعته ومنعه من مواصلة مساره السياسي. وشدد ذات المتحدث على أنه واثق من براءته من الملفات التي قال إنها ملفقة ضدها، مؤكدا أنها ملفات كيدية ولا أساس لها على أرض الواقع، هدفها دفعه إلى التراجع عن ممارسة العمل السياسي بعدما فك ارتباطه السياسي بجهة كان مقربا منها في وقت سابق. يشار إلى أن الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم كانت قد عبرت عن تضامنها مع عبد الواحد خلوقي رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان وعضو المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم بعد تعرضه لاتهامات وضغوطات وحملات تشهيرية. وأكدت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم في بلاغ سابق لها أنه إيمانا منها بسمو قرينة البراءة كحق دستوري وقانوني ثابت، فإنها تعلن عن تضامنها المطلقة واللا مشروطة مع عبد الواحد خلوقي إذا ما تعرض له من حملات إعلامية تشهيرية تمس بكرامته ومصداقيته كشخصية عمومية تتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام وتحظى بثقة المواطنات والمواطنين بالإقليم. واعتبرت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم في بيانها أن السياسة أخلاق ومبادئ، وأن التدافع السياسي والمنافسة السياسية مشروعين ومفترضين فيما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين، وأن السلوكات والأساليب والمناورات اللا أخلاقية التي تمس بهذه القيم السياسية الفضلة تبقى مرفوضة وغير مقبولة في مغرب اليوم. كشفت مصادر إعلامية أجنبية عن فضيحة بطلها فيليب كاسناف القنصل العام السابق لفرنسا في مراكش الذي عين في 2 من يونيو مديرا لبروتوكول الدولة الفرنسية. فحسب ما نشرته المجلة الإلكترونية بوليتيكو يوروب التي تصدر باللغة الإنجليزية في عددها الصادر في 5 مايو، فإن الدبلوماسي الفرنسي المذكور كان يقرض مقر إقامته الرسمي لصديق استقبل فيه عاهرة بين عامي 2018 و2020. مقر إقامة الدبلوماسي الفرنسي بمراكش الذي تم استخدامه كوكر للبغاء حسب ذات المصدر تابع للدولة الفرنسية، وهو عبارة عن رياضة بمساحة 785 مترا مربعا. وأضافت المجلة بحسب التحقيق الداخلي الذي تم فتحه في الموضوع تبين من خلاله أن صديق القنصل وهو مصمم ديكور كان يستقبل بانتظام الشباب وربما البغايا في غياب القنصل، وأنه استقبل أصدقاء في عطلات نهاية الأسبوع في مقر الإقامة رسمية لكاسينيفا في مراكش، بل وقام باستخدام الأواني الفضية وخدمة العشاء المنقوشة بشارة للجمهورية الفرنسية. القضية تسببت في إثارة ضجة في عالم الدبلوماسية الفرنسية، وتعالت مطالب باستقالة كاسنوف من منصبه مديرا لبروتوكول الدولة الفرنسية. الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تتحرك بسبب فوز الإقجاع، حيث كشفت مصادر متطابقة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قررت استدعاء عدد من المشرفين على صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي نشرت ادعاءات كاذبة حول فوز الإقجاع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم خلال الفترة الأخيرة. وجهت الفرقة الوطنية استدعاءات للمشرفين على الصفحات للاستماع إليهم حول صحة ما تم نشره، والتحقيقات مستمرة للكشف عن المحرضين الرئيسيين والأسماء التي تقف وراء هذه الحملة المغرضة. رفض فوزي الإقجاع الرد على هذه الادعاءات قبل أن تقرر جامعة كرة القدم الوطنية التوجه إلى القضاء لمعرفة المتورطين ومحاسبتهم. جمدت الحكومة الأورغوايانية علاقاتها مع جبهة البوليزاريو حسب ما نقلته صحيفة إل أوبسرفادور الأورغوايانية. وحسب ذات المصدر فإن أوروغواي في المقابل ستعمل على اتخاذ خطوات لتعميق العلاقة مع المغرب. وأوردت الصحيفة الأورغوايانية أن الحكومة المحلية عازمة على تعميق العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع المغرب، الأمر الذي يتطلب بالضرورة إلغاء أو تعليق العلاقات مع البوليزاريو. وأشارت إلى أن أوروغواي اعترفت بالجبهة الانفصالية لأول مرة عام 2007 خلال حكومة تاباري فازغيز الأولى. وقبل أيام حل وفد هام من جمهورية الأوروغواي يضم أعضاء من مجلس الكونغرس ومشرفين على قطاعات حكومية إلى جانب فاعلين اقتصاديين وتجاريين برئاسة جورج أوزفاندو كارديني نائب رئيس مجلس الشيوخ.
الوفد الأوروغوياني حظي باستقبال من طرف رئيس مجلس النواب والمستشارين، وشدد وفد جمهورية الأوروغواي خلال مباحثاته مع المسؤولين المغاربة على ضرورة تجاوز مخلفات الماضي وبناء علاقات جديدة قوامها التعاون والاحترام المتبادل لسيادة ووحدة الدول، مشددين على أنهم سيعملون من خلال هذه الزيارة وأخرى مستقبلا ومن خلال مجموعة الصداقة البرلمانية على التأسيس لعلاقات جديدة بين البلدين، وأنهم سيستثمرون زيارتهم الحالية عقد لقاءات وجلسات عمل وزيارات تقريبهم أكثر من المغرب ونموذجه التنموي والوقوف على الحقائق فيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية وما تشهده الأقاليم الجنوبية من طفرة تنموية. وكان البرلمان الأوروغواياني قد صادق مؤخرا بالإجماع على قرار جديد يؤكد من خلاله دعمه للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية للمملكة ووحدتها الترابية. وسبق لرئيس الأوروغواي لويس لاكايبو أن عبر عن تقديره الكبير المملكة المغربية تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيدا بالمكانة الاستراتيجية التي يتمتع بها المغرب في محيطه الإقليمي والقاري. كشفت مصادر متطابقة أن فرنسا غير راضية عن الملف المشترك الذي قدمته المغرب وإسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، حيث اعتبرت أن ذلك سيؤدي إلى تعزيز العلاقات بين الدول الثلاث على حسابها. وذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أن الملف المشترك يعود لأسباب دبلوماسية وجغرافية واستراتيجية، وأن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وقعت أكثر من 40 اتفاقية شراكة مع اتحادات إفريقية كجزء من الدبلوماسية الرياضية التي روج لها الملك محمد السادس أوائل عام 2010، وذلك لتأكيد وزن المغرب في إفريقيا وضمان تصويت الاتحادات الإفريقية لصالح ملف الترشيح الثلاثي. ولم تستصغ فرنسا هذا التقارب بين الدول الثلاث، حيث كانت تتوقع أن يلجأ إليه المغرب وإسبانيا لضمان أصوات من الاتحاد الأوروبي، ولم تقم إسبانيا بذلك في حين استهدفت البرتغال عددا من اتحادات أمريكا اللاتينية. ويدعم الملف المشترك العديد من الاتحادات الإفريقية، في حين تعمل إسبانيا على جذب دعم اتحادات كروية أوروبية، وقد تفاجأت باريس بهذا التنسيق الكبير الحاصل بين الأطراف. أشاد رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبيلياس بقوة ملف الثلاثي المقدم من المغرب وإسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030، وذلك بفضل الدعم القوي الذي حظي به من الاتحادين الإفريقي والأوروبي. وأعرب روبيلياس عن ثقته الكبيرة في الفوز بهذا الترشيح، مؤكدا أنه خيار ممتاز ومدروس جدا. وأضاف روبيلياس خلال مؤتمر صحفي عقد في إشبيلية أن الاتحادين الإفريقي والأوروبي يدعمان هذا الملف بشدة، وأنهما متحدان تماما في هذه النقطة، وسوف يتحققون من تحقيق آمال كبيرة في حال فوز هذا الترشيح، حيث قال بالحرف: بكل تواضع أنا متأكد من أن هذا الترشيح خيار ممتاز، نحن نحترم الترشيحات الأخرى، لكن ترشيحنا مدروس جيد وقوي. ويعتبر دخول المغرب في هذا الملف محورا مهما في تعزيز حظوظ الفوز بشرف تنظيم مونديال 2030، حيث سيتمكن الملف الإيبيري من جني 54 صوتا إضافيا، مما سيمنحه دفعة كبيرة في المنافسة على حق استضافة هذا الحدث الرياضي العالمي، وينافس الملف الثلاثي المغربي الإسباني البرتغالي عددا من الملفات الأخرى بما في ذلك الترشيح المشترك بين السعودية واليونان وتركيا، بالإضافة إلى الملف المشترك بين أوروغواي والأرجنتين وتشيلي وباراغواي. ومن المتوقع أن يكون التنافس قويا بين هذه الملفات المتنافسة، حيث يسعى الجميع لتحقيق الفوز بشرف استضافة هذا الحدث الرياضي العالمي المهم. تغير بشكل كامل وبات شخصا لا يشبه نفسه، بات يتردد على أماكن غريبة لم يعتد يوما عليها، وأصبح يهرب من واقعه بأفعال لا تمثل الاحترافية بصلة. حياة أشرف حكيمي انقلبت رأسا على عقب، وما يفعله يثير قلق ملايين المغاربة الذين يعتبرونه موهبتهم الكروية الأكبر ورمزا من رموز بلدهم. هذا ما جاء في أحد تعليقات أحد المواقع الإلكترونية والتي سنقرأها عليكم الآن. وجاء في هذه الصحيفة: على الأقل
ظل ذلك ما حاولت صحيفة ماركا وبرنامج ميديوديا الإسباني إيصاله للرأي العام الكروي بعدما التقطته عدسات المصورين مؤخرا في وضعيات غريبة. فما الخطب بالضبط وأين تم ضبط أشرف حكيم مؤخرا وإلى أي بلد لجأ من أجل الهروب من واقعه الذي بات مليئا بالمشاكل؟ لا شك أن اسم النجم المغربي الذي تردد على مسامعك كثيرا في الفترة الأخيرة فما بين مشاكل طلاقه من زوجته السابقة هبة عبوك واتهامه من طرف القضاء الفرنسي بالاعتداء على فتاة أخرى لا يبدو أن حكيمي يقضي أسعد أيامه على الإطلاق. لكن ما حدث في الفترة الأخيرة وما تم تسجيله على النجم المغربي قد يثير قلق مشجعيه ومحبيه أكثر بكثير من كل ما سبق ذكرها. أثارت الفنانة المغربية الصاعدة ويصال بيريز غضب عدد كبير من جمهور سعد المجرد عقب آخر تصريح لها حول مشاركتها في فيديو كليب أشخبارك. وانتقدت بيريز المسؤولين عن مونتاج كليب سعد المجرد بسبب عدم إدراج اسمها في قائمة المشاركين في الكليب كالفنانة المغربية صفاء حبيركو والفنان عمر لطفي والكوميدية رشيد رفيق. وقالت بيريز في تصريح صحفي أنها لم تتوقع هذا التصرف وأنها صدمت أثناء مشاهدة فيديو كليب الأغنية بسبب عدم كتابة اسمها ولا سيما أنها فنانة معروفة على حد قولها. هذا وأكدت الأخيرة أن سعد المجرد كان في قمة الرقي في التعامل مع طاقم العمل وأنها متأكدة أنه ليس المسؤول عن عدم ذكر اسمها في قائمة الشكر. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا على حسن انتباهكم وإلى فيديو لاحق بإذن الله، إلى اللقاء.